تمام يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كويس؟ الصوت معاكم عليكم يا السلام أولاد؟ يا دكتور. عليكم السلام يا الصوت دكتور. تمام؟ تمام. طيب، أهلا وسهلا بكم، آسف طبعا للتأخير، بس كنت أتأخرت شوية عليكم، معلش أنا آسف. تمام، إن شاء الله المفروض النهاردة بقى يعني آخر لقاء معاكم إذا قدرنا نخلص الموضوع. الموضوع أنا عارفه متذاكر قبل كده يعني، وأنا سعيد طبعا بالدفعة المحترمة ديت، وسعيد باللقاءات اللي عملناها والتجربة الجديدة على التدريس عن بعد. الحقيقة اكتشفنا إن إحنا نقدر نأدي ونقدر نقول العلم حتى بدون ما نحضر في محاضرات ولا حاجة، المهم بس تتوفر الرغبة إنه طالب عايز يتعلم وأستاذ عايز يعلم الناس، فده شيء محترم. بسجل اعجابي واحترامي لدفعتكم المحترمه، وهفتقدكم طبعا، وان كان احنا هنحضر بقى في الكليه وفي امتحانات وكلام من ده، لكن اللقاء ده قريب مني جدا الحقيقه. النهارده ان شاء الله الموضوع بتاعنا لانه طويل، فانا عايز ما نوقفش عند كل معلومه، يعني عايزين ناخد الموضوع بسرعه كده ونشوف الحاجات اللي عامله لكم مشاكل نتكلم فيها على طول، ما نتكلمش ان ديتيلز يعني كده، ولا تحبوا نشرح الموضوع بالتفصيل؟ يا شباب يا ديتيلز أولاد، نشرح بالتفصيل أفضل، ولا نقول لكم نمر بسرعة والحاجات اللي هي عاملة مشاكل نتكلم فيها بالتفصيل؟ لا بقول الناس اللي طلبت المحاضرة أصلا يعني ما فتحوش الموضوع ده قبل كده. أيوة أنا قلت كده برضه. طيب هنمشي، بس يعني هنحاول برضه إن بريف الموضوع، يعني أنتوا امتحنتوا فيه كويز قبل كده وتاخد بقاله في زمان يعني، وموضوع يعتبر أسهل من المواضيع اللي دخلنا فيها قلناها قبل كده يعني. الوند يا اولاد هي ببساطه هو تلت وسائل الاضرار وتلت اسباب القتل او الموت، لان الموت لو احنا خدنا بالنا يا اما هيموت بتوكسين، يا اما هيموت ناتشرال، يا اما هيموت بووند. يعني الديكابيتيشن اللي هو فصل الرقبه عن الجسد ده ووند برضه، خلاص كده. الخربوش الصغير اللي بتعمليه في اختك او بتعمله في اخوك لما تحب تتخانق معاه عشان خاطر خد منك قلم رصاص ولا حاجه، ده برضه ووند، تمام كده. فالووند ترم كبير جدا، وترم بي 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 بيشمل كل وسائل الاضرار الفيزيكال او الميكانيكال اسولت اللي ممكن تبقى من كائن لكائن، هي عباره عن ووند، تمام كده. وطبعا اول واحد عمل ووند في واحد تاني كان قابيل وهابيل ابناء ادم، واتلو علي نبأ ابناء انا بالحق اذ قربا قربانا، ان اخر الايات، فهو رضخ دماغه بالعمل هيد انجري، ده ووند برضه، تمام كده. يبقى الووند كل انواع الاصابات اللي خدناها قبل كده من هيد انجري وجان شوت انجري، ودي برضه ووند، تمام. الاسفكسيا برضه ووند، بس ووند بيبقى فيه كونتيوجنز وحاجات زي كده، فالووند ده ترم كبير جدا. طب هو نقول ووند ولا نقول انجري؟ الانجري او التروما ده تعبير اوسع شويه. الانجري ده الليجال هارم افكتنج ذا بودي الميكانيكال يعني، او السايكولوجي مينتال، او الريبيتيشن سوشيال. يعني التروما او الانجري تعبير اشمل واعم، لانه بيشمل او بيضم الميكانيكال اللي هي الوونز، وبيشمل السايكولوجي، وبيشمل الريبيتيشن. لو انا اذيت واحد في جسده او في نفسيته او في سمعته، كل ديت عباره عن انجري او تروما، تمام. يبقى دي اللي ده. انما الووند له تعريف اصغر شويه اللي هو بريتش ان ذا انتجريتي اوف بودي سيرفيس، ده التعريف القديم، بريتش او شق او جرح او فتق في الانتجريتي، التواصل بتاع البودي سيرفيس. خلي بالك ان التعبير ده قاصر، لان هو هنا اغفل حاجه مثلا زي الكونتيوجن. كونتيوجن مش هتلاقي اللي هو الكدم، مش هتلاقي ان البودي سيرفيس حصل فيه حاجه، لكن هتلاقي ان في بريتش او الدامج حصل بلاد فيزل في السب كوتينيوس اريا او في الديب اريا، وبالتالي بقى في ديفينيشن اعم للووند اللي هو دامج تو اني بارت اوف ذا بودي اكسترنال اور انترنال باي ابلكيشن اوف فايرنس. يبقى التعريف القديم كان بريتش ان ذا انتجريتي اوف ذا بودي سيرفيس، التعريف الجديد او الاشمل اللي هو damage to any part of the body external or internal by application of violence. من هنا نفهم ان كل wound هو injury، لكن ال reverse is incorrect. يعني اقدر اقول ان كل wound هو injury، لان ال injury تشمل ال wound، لكن مش كل injury هو wound، لان ال injury زي ما قلنا ممكن تبقى psychological، ممكن تبقى social في ال repetition يعني، تمام كده. وان كان برضه بيبقوا interchangeable مع بعض، يعني ممكن انا في الدارج او العلم الدارج او التعامل العادي
ممكن اقول انجري واقول ووند، ممكن استعمل الكلمتين مع بعض، لكن الاصح ان ده اشمل من ده، الانجري اعم من الووند. طب ايه الكوزز اوف انجريز او الكوز اوف ووندز عباره عن ايه عموما؟ يا اما باثولوجيكال كوز زي دايبيتيك ألسر مثلا، تمام، او رودنت ألسر، يعني في ووندز بتحصل بناتشرال كوز او باثولوجيكال كوز زي دايبيتيك ألسرز، هنا مفيش حاجه، مفيش فيزيكال تروما حصلت، هنا الديزيز هو اللي عمل انجري او هو اللي كل الانسجه وعمل الووند. وفي ان ناتشرال كوز، ان ناتشرال كوز دي ممكن تبقى بفيزيكال ايجنت زي الهيت والكود والالكتريسيتي، ممكن تبقى بكيميكال ايجنت زي الكوروسيفز، ممكن تبقى بميكانيكال ايجنت او ميكانيكال ويبونز زي النايفز والستكس وخلافه. يبقى اذا الكوز اوف انجريز عموما ممكن تبقى ناتشرال او باثولوجيكال كوز او ان ناتشرال، من ان ناتشرال فيزيكال يا كيميكال يا ميكانيكال. طيب الكلاسيفيكيشن اوف ووندز، لما جينا نقسم الووندز كلاسيفاي الووند في الطب الشرعي، انا مش هقسم بقى هنا جراحيا او هقسم من ناحيه الطبيه الاكلينيكيه، انا هقسم الووندز من ناحيه الطبيه الشرعيه. فاحنا قلنا طب شرعي يعني طب قانوني، فبالتالي انا بقى عندي نوعين من التقسيم، في ليجال كلاسيفيكيشن وفي الميديكال ليجال كلاسيفيكيشن. الليجال كلاسيفيكيشن احنا عملناه عشان نقدم لوكيل النيابه للمحقق طريقه بسيطه عشان يفصل بيها الووندز لانواع او اشكال يقدر على اساسها يعطي عقوبه، يعطي عقوبه. انما الميديكال ليجال انا قسمتها عشان انا ادرس الووند من ناحيه الميديكال ليجال اسبكت او من ناحيه الطبيه الشرعيه. طيب نشوف الحاجات ديت. فالليجال كلاسيفيكيشن قسمناه لثلاث حاجات كبار: سلايت او سيمبل ووند، دينجرس اور سيفير ووند، وفيتال اور مورتال ووند. سلايت او سيمبل من اسمه كده، طبعا كل حاجه لها شروط عشان اقول الووند ده بسيط، سلايت او سيمبل، يبقى ده ووند از نوت سيريس اور اكستنسيف، يعني الووند اصلا حجمه وشكله وعمقه بسيط زي مثلا الابريجنز، ولازم يهيل في مده اقل من 21 يوم. طب عرفنا منين؟ ها حد بيسال؟ حد عايز يسال يا اولاد؟ طيب يبقى الووند نوت سيريس اور اكستنسيف، بيهيل في اقل من 21 يوم، وليف نو ديفورميتي اور بيرمنت انفيرميتي بيهايند ات، يعني لا يسيب تشوه، ديفورميتي تشوه خارجي في الجلد وفي شكل البودي سيرفيس، ولا يسيب بيرمنت انفيرميتي. وطبعا البيرمنت انفيرميتي او العاهه المستديمه هي تعريفها لوس اوف ا فانكشن اوف ان اورجان اور لوس اوف ا فانكشنينج اورجان. يعني مثلا لما اقول انه الالبو جوينت ها، او مثلا البايسبس ماسل بتعمل فليكشن على الالبو جوينت، تمام كده، حصل قصور في الموضوع ده، يعني بقاش فيه كومبليت فليكشن للايه، للفور ارم على الار، فده ايه، لوس اوف فانكشن اوف ان اورجان، يبقى البايسبس فقدت جزء من الوظيفه بتاعتها، يبقى بيرمنت انفيرميتي. او ان انا فقدت العضو بالكامل، زي مثلا واحد خد كيك في بطنه ولا شلوت ولا خبطه شديده في بطنه، رابتشرت السبلين فعملنا له سبلينكتو فشلنا الطحال، هنا لوس اوف فانكشنينج اورجان، ده برضه بقى بيرمنت. يبقى شروط الووند السيمبل ان هو يكون اولا نوت سيريس اور اكستنسيف، هيل في اقل من 21 يوم، ليف نو ديفورميتي اور بيرمنت انفيرميتي بيهايند ات، طبعا بعد الكومبليت هيلنج بتاعه. طب الثاني اللي هو الدينجرس او السيفير ووند، ده سيريس اور، العكس بقى، سيريس اور اكستنسيف ووند هيل ان مور ذان 21 دايز، بيخف اكتر من 21 يوم، وليف ديفورميتي زي ديسفيجرمنت او بيرمنت انفيرميتي اللي هو عرفناه قبل كده. طبعا كلمه ديفورميتي او ديسفيجرمنت زي مثلا تشوه في شكل الوجه او في ملامح الوجه، واحد مثلا خد بلو على الاوريكل، فالبلو على الاوريكل ديت او السلاب العنيف على الاوريكل دي عملت هيماتوما، سب كوندرال هيماتوما او سب كوندرال هيماتوما، وفي الاخر بقى في كل فلاور اير، وبعدين حصل لوست للاير بنا، خلاص ده 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 ده, ده ديفورميتي مع بيرمنت انفيرميتي، تمام، او حتى الكولي فلاور اير دي بقت عباره عن ديسفيجرمنت، خدين بال حضراتكم. يبقى اذا ده بقى دينجرس اور سيفير. طبعا الدينجرس والسيفير ووند بيصنف في القانون على انه جنحه، علشان كده تلاقي واحد يقول لك ايه، انا هروح اعمل لك تقرير طبي واجيب تقرير علاج، انا محتاج لعلاج اكتر من 21 يوم، عشان هنا وكيل النيابه لو لقى تقرير بهذا الشكل خارج من المستشفى اللي سعادتك شغال فيها طبيب اكلينيكي، هروح رازعه على طول جنحه مباشره، ودي بتوصل لسجن وغرامه. عشان كده احنا قلنا انه لازم طالب الطب او الامتياز يبقى عارف، والنائب الحديث التخرج او الطبيب اللي قاعد في وحده ريفيه او لاخره، يعرف ازاي يكتب ووند ريبورت كويس، ويعرف ايه الفيزيكال الديوتي اوف ا كلينيشن ان ووندد كيسز. لما تيجي تتعامل مع ووند كيس، مع حاله جرح ايا كان الجرح ده في مكانه او حجمه،
لازم اعرف ايه واجباتك اللي بتعملها معاه. يبقى simple أو slight wound, dangerous or severe wound, fatal or mortal wound, ده بقى ده بي cause this. بس في نقطة, الwound ده بي cause this either immediately or within a short time or within a considerable time. خلاص, يعني احنا مثلا خدنا مع منعم الهيد انجري فقال لكم ان في سكالب انجري او السكالب ووند, وقال لك السكالب ووند دي ممكن تعمل بعد كده مننجايتس او تعمل برين ابسس. برين ابسس ممكن يموت في مده تصل من 3 ل 6 شهور بعد الجرح ويكون الجرح حصل له هيلينج. لكن ايه اللي عمل البرين ابسس ده؟ السكالب ووند اللي حصل من 3 4 شهور. يبقى اذا الووند ده ادى للديس افتر ا كونسيدرابل تايم, بعد كذا شهر, ويظل السكالب انجري اللي اتعمل هو يصنف او يكتب في التقرير ان هو الكوز اوف ديث, ويعاقب ويحاسب اللي ادى او اللي عمل الووند ده على انه قتل هذا الرجل او قتل هذا هذا الفيكتيم. طبعا ايذر انتشنالي, يعني قاصد القتل, او نون انتشنالي, يعني قتل ايه بغير عمد, تمام, او قتل خطا زي ما بيقول. يبقى الليجال كلاسيفيكيشن اسنا سلايت اور سمبل, دينجرس اور سيفير, وفيتال اور مورتال ووند. حد كده مفهوم يا دكاتره؟ تمام يا دكتور. جميل. بعد كده الميديكو ليجال بقى. الميديكو ليجال بقى قسمناه على اساس الايتيولوجي والباثولوجي. الايتيولوجي اللي هو الويبون اللي عمل او الفورس اللي ادت لهذا الجرح. والباثولوجي يعني الجرح ده فين بالظبط في الجسم, خد كم طبقه, عمل ايه الابنورماليتي اللي عملها, ايه الديسكونكشن اللي عمله, ايه او البريتش اللي عمله في البودي سيرفيس او في الانترنال بودي اورجانز. فقسمناها لووندز كوزد باي بلانت فورس تروما, تمام, زي الابريجنز, وارجوكم تنطقوها ابريجنز مش ابريجن عشان خاطر انا متعظ قوي من كلمه ابريجن دي, ابريجن مش ابريجن. يبقى في الابريجنز الخدوش والسحادات, في هتلاقي دايما انا بحب في الووند اكتب عربي كتير عشان انتوا هتكتبوا الريبورتات والحاجات دي بالعربي, وحتى ان شاء الله هتخرجوا كمان سنه ولا اتنين حتى وانتوا امتياز. احنا عاملين دوره ضروري تاخدوها في الامتياز, بقى شرط دلوقتي شروط اكمال سنه الامتياز انك تاخد دوره عندنا بس عشان تعرف تكتب الووند ريبورت, وهتكتبه بالعربي طبعا. فابريجنز اللي خدوش او سحاجات, كونفيوجنز اللي الكدمات, لاسيريشنز لسان الجروح متهتكه او جروح رضيه, والفراكتشرز اوف سكيليتال سيستم او الكسور. تاخد بال حضرتك ان كل الانواع دي بتتعمل باسلحه بلانت فورس, يعني بلانت ويبونز, يعني لا لها شارب ايدج ولا بوينت اند, تمام كده, تعمل يا ابريجن يا كونتيوجن يا لاسيريشن يا فراكشر اوف سكيتال سيستم. ولو خدت بالك ان دي كلها درجات من قوه الايه التعامل مع الجسم, يعني كل ما كانت القوه شديده كل ما وصلنا للفراكشر, كل ما كانت القوه ضعيفه او خفيفه كل ما كانت ابريجن او كونتيوجن. بعد كده ووندز كوزد باي بوينتد اند شارب ايدجد ويبونز, الجروح اللي بتتسبب فيها اسلحه بقى ذات نصل حاد وحافه مدببه والى اخره, تمام كده, زي الستاب ووند الجروح الطعنيه, السايز ووند او الكات ووند اللي جروح قطعيه, في حاجه اسمها تشوب ووندز هنشرحها اسمها جروح الفأس القطعيه, في ثيرابيوتيك والدياجنوستيك ووندز اللي جروح التشخيصيه والعلاجيه. كل دي بتبقى باسلحه او بتتعمل بادوات بوينتد اند شارب ايدجد انسترومنتس. واخيرا الووندز كوزد باي جان شوت انجري اللي احنا شرحناها قبل كده, اللي هي الشوت جان ووندز والووند باي رايفل ويبون اللي هي الاسلحه الخشخنه والخرطوش, تمام. يبقى ده التقسيمه الميديكو ليجال اكوردنج للباثولوجي والايتيولوجي اكوردنج للويبون اللي عمل الايه الجرح. وهناخد بقى الكلام ده واحده واحده. فاول حاجه الابريشنز او السكراتشز, خدوش او السحاجات. الخدوش او السحاجات يا دكاتره اللي هو ده ذا موست سوبرفيشال ووند. الابريشن از ذا موست سوبرفيشال انجري انفولفنج ايه, هو بيشمل ايه الابريشن ده؟ بياخد مش السكن لاير بالكامل, حتى بياخد الاوتر لاير اوف ذا سكن, يعني الطبقه السطحيه من السكن اللي هي الابيديرمال لاير او الابيثيليال لاير, تمام كده, او الطبقه السطحيه من الميوكس ميمبرين. خلاص, نيوتو ميكانيكال فورس. يبقى تعريفه ده سوبرفيشال انجري او موست سوبرفيشال انجري انفولفنج اونلي ذا اوتر لايرز اوف ذا سكن اور ميوكس ميمبرين نيوتو ميكانيكال فورس. الميكانيزم اوف اوكيرنس, يعني الطبقه السطحيه دي بتاعت الجلد دي هتزال ازاي, هتتحطم ازاي, حاجه من الاثنين, يا تكشط يا تهرس. يعني دلوقتي عندي الجلد له طبقه سطحيه اللي هي الابيديرمال لاير, انا هشيلها ازاي عشان اعمل الابريشن بتاعي؟ يا اما اكشطها بتنجنشال فورس, يا اما اهرسها ببربنديكولار فورس. وبالتالي الطبقه السطحيه دي ايذر سكرابد اواي تكشط
باي سلايدنج موفمنت، سلايدنج موفمنت او تانجنشال قوه ممسيه او فريكشن بالمعنى الابسط اللي هو الاحتكاك اجينست بلانت راف اوبجكت اللي بنسميها تانجنشال كونتوجنز. يبقى السوبرفيشال او الاوتر لاير اوف ذا سكن ويل بي ريموفد ايذر باي سكراب اواي، سكرابد اواي باي سلايدنج موفمنت اور فريكشن اجينست بلانت راف اوبجكت اللي بنسميها تانجنشال ابريشنز، او هي بالدستراكشن بيحصل دستراكشن باي كومبريشن زي ما قلنا اللي هي الهرس اور بريشر وذ بلانت راف اوبر اوف اوبجكت اللي بنسميها البريشر ابريشن. يبقى هنا قسمنا الابريشن تاني لتانجنشال ابريشن وبريشر ابريشن. طيب الكاركتر بتاعت الابريشن ايه يا فندم؟ اول حاجه الابريشن زي ما اتفقنا از ذا موست سوبرفيشال تايب اوف انجري. الابريشن ما يخرش دم. طب ليه ما يخرش دم؟ حد عارف؟ لانه سوبرفيشال يا دكتور، يعني الارترز والفينجين. الابيديرمال لير يا اولاد، صح كلام سليم. الابيديرمال لير از ا لير ديفوتد اوف بلاد فيزل بلاد سبلاي. هي ما فيهاش بلاد سبلاي، ما لهاش اورده وشرايين وشعيرات دمويه بتغذيها. امال بتاخد الغذاء بتاعها منين؟ الديفيوجن اللي جاي من تحتها. برافو عليك، اللي جاي من الديرمال لير، مظبوط. يبقى اذا الطبقه دي بتتغذى من تحت منها. وانا لان انا في الابريجن كديفينيشن بقشط او بكحت او بهرس الطبقه السطحيه فقط، فالابريجن will not exude blood but exude serum. السيرم اللي بيطلع ده هو الليمف exude والبلازما اللي خارجه اللي بترشح من الديرمال لاير اللي هي بتعمل سكاب او القشره بتاعت الايه الابريجن. يبقى الابريجن exude serum which hardens to form scab، سكاب اللي هي القشره، but it may also bleed. طب لو حصل كتير من الناس يقول لك انا اتخربشت والخربوش جاب دم، طب الخربوش جاب دم ازاي اذا كان هو خربوش وشال الابيديرمال لاير فقط؟ هنا بقى الابريجن بقى ديب انف تو بريك ذا فاسكولار بابيلي. لو تاخد بالك في الرسمه القديمه بتاعه السكن في الهيستولوجي هتلاقي انه الابيديرمال لاير والديرمال لاير ما هماش فلات من تحت. هتلاقي الديرمال لاير ليها حاجه اسمها ديرمال بابيلي، او بنسميها الفاسكولار بابيلي، حلمات كده. يعني الديرمال لاير عامله زي الايه الارض الغير ممهده كده، ليها حلمات او ليها مرتفعات ومنخفضات. دي بتخش في الابيديرمال لاير كانها بتخش في اماكنها، كانها بتخش في اماكن عشان تمسك بعضها ماسكه كويسه. وفي البابيلي دي بيبقى فيه البلاد فيزل بتاعه الديرمال لاير اللي بتغذي كمان عن طريق الفيوجن الابيديرمال لاير. فلما لو انت وانت بتخربش حد التانجنشال فورس خربشت الدومز اوف ذيس فاسكولار بابيلي الموجوده في الديرمال لاير هيحصل شويه اوز او شويه بليدنج خفيف. يبقى الابريشن از موست سوبرفيشال لاير اكسود سيرم نوت بلاد بات مي اولسو بليد. لو انا خربشت او جرحت او بريك الفاسكولار بابيلي بتاعت الديرمال لاير يوجوالي هيلز ويزاوت سيجنيفيكانت سكار، يعني ما بيسيبش سكار بعد الهيلينج، بالتالي هو سمبل وون. وطبعا الانتي مورتم ابريشن عشان افرقهم من البوست مورتم بيكون ريدش براون، السكاب بتاعته بتبقى ريدش براون، وفي فايتال رياكشن زي السكاب فورميشن والباس فورميشن. يعني هو اصلا لونه ريدش براون وفي حاليه فايتال رياكشن اللي هي الهيلينج اللي بيؤدي للسكاب فورميشن او تكوين القشره او الانفكشن اللي بيعمل لي بوليمورف نيوكلير انفلتريشن وفي الاخر بيعمل باس فورميشن. فانا دكاتره يبقى دي الكاركتر بتاعي. طيب التايبس اوف ابريجن، وركزوا بقى الحته دي رخمه شويه لان الابريجن من الحاجات الرخمه في تقسيمات التايبس بتاعتها. التايبس اوف ابريجن هتبند اون الكوزيتيف انسترومنت، هتعتمد على القوه او الاداه اللي عملت الابريجن. فاول تايب كبير احنا قلنا يا ايه، يا اما سلخ يا اما كشط يا اما هرس يا سكرابي يا بريشر. فبنسمي الاولانيه السكرابي او البراش ابريجن اللي بنسميها السحاجات، بنسميها السحاجات او الخدوش، ها اللي بنسميها التانجنشال ابريجن اللي هي بتعملها القوه الاولانيه اللي قلنا عليها في الايه في السلايد اللي فات. فاول قسم اقسام الابريجن هو السكرابي او البراش ابريجن. البلانت اوبجكت هنا سكرابس اوف يكشط the superficial layers of the skin leaving a denuded surface. Denuded surface يعني سطح غير مغطى بالإبيديرمس، سطح متعري، سطح مكشوف، خلاص مسلوخ بالمعنى. تمام، دي نرجع نقسمها لنوعين كبار اللينير ابريجن والسلايدنج ابريجن حسب الحجم بتاع الابريجن. يبقى الحجم الابريجن لو هو سيمبل وستريت سكرابي ابريجن دي بنسميها السكراتشز او اللينير ابريجنز. يبقى السكرابي او البراش ابريجنز بتتقسم لحاجتين كبار، اللينير ابريجن والسلايدنج ابريجن.
حسب حجم الايه الجرح، حسب حجم الخدش. فلو حجم الخدش محدود سيمبل وستريت، عباره عن شويه خطوط جنب بعضها بارل مع بعضها كده، اتعمل بضوافر حد خربش حد، دي بنسميها اللينا ابريجنز او السكراتشز. تمام، يبقى دي سيمبل ستريت سكرابي ابريجنز زي الفينجر نيل ابريجنز ان سماذرنج اور ثروتلنج. خدنا طبعا في السماذرنج والثروتلنج او الثروتلنج بالذات اللي بيبقى عندي دايما لينير ابريجن السكراتشز، اللي تبقى عن طريق ان الفيكتيم عايز يشيل ايد الاسيلنت مخربش نفسه في خطوط طوليه اللي هي ايه بنسميها لينير ابريجنز او سكراتشز. سلايدنج ابريجنز او الجريزز اللي هي بنسميها السحاجات الكشطيه، سحاجات كشطيه تمام كده، ده اكستنسيف او برود سكرابي ابريجنز. القسم الكبير اسمه سكرابي او براش ابريجنز، لو هو حجمه كبير بنسميه سلايدنج ابريجنز او جريزز، يبقى ده extensive or broad scrappy abrasions consisting on numerous parallel lines أو linear abrasions. numerous parallel linear abrasions تمام كده. طب ايه اشهر مثال على السلايدنج ابريجنز ده؟ واحد ضربته عربية على طريق سريع متسفلت، فخد الطريق المتسفلت اللي هو الرف رود ده او الرف اريا ديت، خدها زحف بجسمه عليها نتيجة خبطة العربية، يبقى such as caused by sliding of a pedestrian زحلقت احد المشاة across the pavement على طول الرصيف بتاع الشارع after being struck by a motor vehicle، عربية خبطت واحد فنطرته على الطريق فخد الطريق كله زحف بجسمه، فكل الاريا اللي بقت in contact مع الرف رود ديت الاسفلت الخشن اللي تحت منه ده حصل لها sliding abrasions او grazes. يبقى اول نوع من الابريجن او السكرابي او البراش ابريجن تمام كده، ده البلانت اوبجكت سكرابس اوف سوبرفيشال لير اوف ذا سكن ليفينج دينوت سيرفيس. لو كان حجمه صغير وعباره عن سمبل ستريت لاينز كده هنسميه لينير ابريجن، لو حجمه كبير هنسميه سلايدنج ابريجن او جريزز. طب هل له سب تايب؟ يعني هل السلايدنج ابريجنز دي او الجريزز لها سب تايب؟ لها سب تايب. ايه هي السب تايب بتاعت الجريزز؟ عندنا الجريزز هي عباره عن اكستنسيف او برود سكرابي ابريشن تمام كده. لو انا لقيت في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاكستنسيف او برود جريزز دي، لو لقيت فيها بارتكلز من الديرت او الجلاس امبيدد في الـ في الـ في الاريا اوف ذا ابريشنز دي هسميها جريفل راش. جريفل راش، جريفل جاي من الارض وراش يعني كانه في طفح، لانه بيبقى كانه منقرش بالزلط الصغير والحتت الزلط الصغيره واي ديرت موجوده على الطريق بيبقى امبيدد في الجرح، حاجه شبه الباودر تاتوين كده اللي خدناها في الجان شوت انجل بنسميه جريفر راش. طيب لو الراجل اللي هو زحف على الطريق بعد عمليه خبطته ده كان جسمه متغطي بملابس، يعني لابس هدومه تمام، فدي بنسميها الفريكشن بيرن. الفريكشن بيرن بيحصل وين زي ار ريدن اكستكوريتد اريا وذ ليتل اور نو لينير ماركس، يعني بلاقي في اريا حمراء سكوريتد يعني مسلوخه لكن ما عليهاش لينير ماركس، ما عليهاش لينير ابريشنز الموجوده في النوع الاساسي هو في الجريز الاساسيه اللي احنا قلناها فوق تمام. This may occur when the skin is protected by clothes، يعني لو الجلد متغطي بملابس وخد الطريق زحف زي ما قلنا بعد ما اتخبط بعربيه، الراجل اللي اتخبط بعربيه فخد الطريق زحف لكن الحتت اللي زحفت على الطريق واحتكت بالطريق كانت protected by clothes، لما اشيل الملابس من عليها هلاقي اريا ريدند اند اكسكوريتد لكن ما فيهاش لينير ماركس، فدي بنسميها فريكشن بيرن، ده سب تايب من السلايدنج ابريشن او الجريزس. السؤال هنا احنا قلنا دايما الابريشن بيبقى عن طريق فريكشن مع رف اوبجكت، طب هنا ما حصلش فريكشن مباشر ما بين البودي او السكن والرود اللي هو الرف بلانت اوبجكت، طب ايه اللي عمل الريد اكسكوريشن ده؟ فين القوه اللي عملت الابريشن وليه سميناها فريكشن بيرن؟ ممكن يكون يا دكتور عشان الفريكشن الشديد ده زود درجه الحراره. برافو 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 عليك، اسمك ايه؟ اميره. جدع يا اميره، صح تمام كده. هنا الفريكشن وحركه البيدسترين او الراجل اللي اتخبط ده الزحفه اللي عملها على الطريق دي ولدت حراره عاليه جدا، الحراره ديت هي اللي حرقت السكن تحت الملابس اللي موجوده وبالتالي سميناها فريكشن بيرن. يبقى رغم ان هو بيرن اهو يعني اسمه بيرن اهو لكن هو مش سب تايب من البيرن ولا حاجه، هو سب تايب من السلايدنج ابريشن او من الجريزس كنوع من الايه من السكرابي او براش ابريشن. يبقى اول نوع كبير من الابريشن اللي هو النوع الكشتي
او التانجنشال اللي بنسميه السكرابي البراش ابريجن، ده البلانت اوبجكت سكرابس اوف سوبرفيشال لاير اوف ذا سكن ليفنج دينوتد سيرفيس. وده بنقسمه لحاجتين كبار، لو هو حجمه صغير وعباره عن شويه لاينز بارل مع بعضهم بنسميه لينير ابريجنز او سكراتشز، لو حجمه كبير بنسميه سلايدنج ابريجنز او جريزز. سب تايب للسلايدنج ابريجن او جريزز دول، النوع ده سب تايبس بتوعه جريفر راش، لو ان في امبيد لو في ديرت او 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 جلاس او سمول بارتكل اوف جرافل اوف جريفل امبيدد في الابريجن بنسميه جريفر راش. لو الاريا ريد اند اكسكوريتد بيكون بروتكتد باي كلودس بنسميها فريكشن بير. طيب في كمان سب تايب الدراجنج ابريجنز والفريكشن ابريجن، الاثنين دول برضو سب تايبس من ايه السكرابي او البراش ابريجن. يبقى السكرابي او البراش ابريجن له اربعه سب تايب، السلايدنج ابريجن او الجريزز السحكات القشطيه لها فور سب تايبس، ديليفر راش فريكشن بيرن تمام دراجنج ابريجن وفريكشن ابريجن. الدراجنج ابريجن ده برضو اكستنسيف او برود سكرابي ابريجن نفس التايتل، لكن caused by dragging the victim's body over rough surface. يعني هنا انا بدحرج او بجرجر جسم الفيكتم على very rough road، يعني طريق غير ممهد بالكامل مش زي طريق الاسفلت اللي فات، بنسميه dragging abrasions. الفريكشن abrasion ده caused by snows or ligatures as in hanging or strangulation. هنا ال rough object هو اللي بيتحرك على body of the victim. كل subtypes اللي فاتوا كان الـ victim's body هو اللي بيتحرك على rough surface زي الرود أو خلافه، وبالتالي بيحصل الابريجن. لكن الـ friction abrasion يختلف، إنه الجسم الـ victim ثابت وبيتحرك عليه وعشان يعمل الابريجن النوز أو الليجيتشر اللي هو الرباط أو الحبل اللي ملفوف حوالين جسم الـ victim. وأوضح مثال على ده في الهانجنج وفي الـ strangulation. يبقى أنا عندي دلوقتي الـ scrappy أو الـ brush abrasion اللي بنسميه احيانا تانجنشال ابريجن. هنا ده عباره عن انه السوبرفيشال لاير سكرابس اوف، يعني بتكشط من على الديرمال لاير، وده بنقسمه لنوعين كبار لينير ابريجن او سكراتشز وسلايدنج ابريجنز او جريزز. نرجع نقسم السلايدنج ابريجنز دي او لها السلايدنج ابريجن او الجريزز ديت لها فور سب تايبس، جريفر راش فريكشن بيرن دراجنج ابريجنز وفريكشن ابريجن. في حد هنا اي سؤال يا دكاتره؟ دكتور عليك ممكن تقول لي الدراجنج تاني؟ يعني الدراجنج ابريجن سب تايب من البراش ابريجن، سب تايب من البراش ابريجن، بس تختلف عنها بحاجتين اتنين. اولا سرعه تحرك الفيكتيم على الطريق ابطا. احنا قلنا في السكرابي ابريجن الاساسيه تعريف الاساسي ان هو ايه extensive oral abrasions consist of numerous parallel linear lines such as caused by sliding of the midstream sliding. تمام. طب هو الاجتماع خلص، فانا هعمل واحد جديد يا دكاتره ونبدا تاني ان شاء الله بعد خمس دقائق بالظبط. ماشي، هعمل اجتماع جديد دلوقتي. تمام. طيب. ماشي، سلام عليكم. تمام يا دكتور. فاضل لسه 10 دقائق ولا نكمل؟ في 10 دقائق فاضلين. اه في 10 دقائق فاضلين. طب خلاص كويس قوي. يبقى احنا قلنا السلايدنج ابريجن ده عن طريق سلايدنج للبيدسترين. سلايدنج يعني ايه؟ يعني بسكيتنج، يعني بياخد طريق بياخده كانك بتزحلق على الجليد، فسرعته كبيره والطريق نفسه مش خشن لدرجه كبيره لانه طريق اسفلت. ده زي ما قال لك كده سلايدنج بيدسترين اكروس ذا بيفمنت افتر بينج ستراك باي موتور فيجل. ده المثال الكلاسيك الاساسي. لكن لو انا افترضت ان انا بجرجر الفيكتيم، سواء بقى انا كراجل بحاول اذيه او ان هو مصاب وفي حيوان بيجرجره على جبل ولا على طريق غير ممهد، يبقى لو انا جرجرت الفيكتيمز بودي بسرعه ابطا نسبيا على طريق اكثر وعوره، تمام كده، فده بنسميه دراجنج ابريجنز اللي هو اكستنسيف اور برود سكراب ابريجن، برضه زي نفس التعريف بتاعه، بات كوزد باي دراجنج اوف ذا فيكتيمز بودي اوفر ا رف سيرفيس. يبقى هنا انا جرجرت جسم الفيكتيم بسرعه ابطا لكن على طريق اكثر وعوره اكثر خشونه زي الطرق الجبليه والطرق غير ممهده في الصحراء والى اخره. فهنا هيبقى فيه برش او سكرابي ابريشن اكستنسيف صحيح، لكن بتبقى مور اجلي عن النوع الاساسي اللي انا عملته او حصل على الاسفلت اللي هو بيكون ريس رف وبيكون سرعه التحرك عليه اعلى بكتير.
فهمنا كده يا اولاد الفروق ايه؟ تمام يا دكتور. طب هو يا دكتور الدراجنج ده سب تايبس من السكراب صح؟ مش سب تايبس من البراش ابريج من البراش ابريج مش من السلايدنج صح؟ ما هو السلايدنج هو الجريزز هو 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 السلايدنج ابريجن او الجريزز هو ده السب تايبس بتوعه. يعني السكرابي يا دكتوره ده النوع الكبير. السكرابي البراش ابريجن ده النوع الكبير. السكرابي ده النوع الكبير اللي يا اما لينير يا اما سلايدنج. يا اما لينير يا سلايدنج. لينير او سكراتشز وسلايدنج او جريزز. السلايدنج ابريجنز دي بقى تتقسم تاني لاربع انواع صغيرين او في من ليها فور سب تايبس: جريفر راش، فريكشن بيرن، دراجنج ابريجن، وفريكشن ابريجن. كل دول سب تايبس للجريزز او السلايدنج ابريجنز. تمام يا دكتور شكرا. تمام كده. النوع الثاني الكبير بعد السكرابي ابريجن او البراش ابريجن، النوع الثاني الكبير اللي هو الامباكت او البريشر ابريجن. واحنا قلنا السوبرفيشال لير اما انها تكشط او ايه تهرس. يبقى الامباكت او البريشر ابريجن هنا الفورس مش تانجنشال، الفورس بيربنديكولار. تمام. البلانت اوبجكت هنا از دايركتد بيربنديكولار تو ذا سكن يوزوالي اوفر بوني بروميننس. يبقى اكتر حته يبان فيها الامباكت او البريشر ابريجن لو انا ضغطت على السكن ب بلانت اوبجكت بيربنديكولاري وكان تحت من السكن في بون، فهنا بقى السكن اتهرس ما بين المطرقه والسندان. ولانه السوبرفيشال لاير دي بتبقى طبقه ضعيفه ما فيهاش بلاد فيزل، فهي اول طبقه بتتهرس وتتشال ويحصل حاجه اسمها امباكت او البريشر ابريشنز. النوع الثالث يعتبر سب تايب من الامباكت ابريشن، هو اللي بنسميه الباترند ابريشنز او الصحكات الختميه. ده سب تايب من الامباكت بس بنصنف في الكتب كنوع منفصل. ذا اوبجكت هنا از ستامبد كانه بيختم on the skin such as teeth and fingernails and motor vehicle tire and ligature mark in hanging. انا وريتكم صوره في الهانجنج. الحبل كانه موجود، وقلت لكم شوف تخيلوا الحبل ده مش حبل، ده ختمه الحبل على الفيكتيمز نيك. وبالتالي هنا طالما طبع باترن معين للانجوريوس اوبجكت على السكن اوف ذا فيكتيم بقى هنا اسمه باترنت ابريشنز. برضو الموتور فيهيكل تاير اللي هو كاوتش العربيه لو عدت على فيكتيم هرسته وداست عليه بتطبع شكلها على جلد الضحيه او على السكن اوف ذا فيكتيم اوف ذا بودي. ولان كل شركه كاوتش يبقى لها رسمه معينه للكاوتش بتاعها مع فراغات واشكال على البتاع، هذه الاشكال بترسم وتختم على جسم الضحيه، وبالتالي بقدر احدد او اقدر اجيب العربيه اللي خبطته. وبالتالي بنسمي دي باترند ابريجن او حاجات خلفيه. يبقى الامباكت ابريجن يعني هنا الفورس بيرمنديكولار على السكن تهرس الابيديرمال لاير بالذات لو تحت السكن في بون، وسب تايب منها او النوع الثالث هو الباترنت ابريجن لو كان في شكل معين او باترن معين للانجوريس اوبجكت بيختم نفسه على جلد الضحيه. واضح كده التايبس اوبريشن زي دكاتره حته رخمه جدا والحقيقه عايزه حفظ. يعني احنا انا حاولت ابسطها واشرحها لكن هي الحقيقه عايزه حفظ وعايزه برضو تصور وتخيل ايه اللي بيحصل في مين عشان تبقى عارف تقسمها مظبوط. في other types of operations بقى، في post-mortem operations مثلا. post-mortem operations ديت طبعا ممكن قوي الدراجنج بتاع البودي يكون بعد الوفاة، يعني يحصل دراجنج للديد بودي، واحد قتل سنة في الصحراء مثلا وبعدين جه ديب ولا ابن قاوة ولا اي حد واي حيوان ولا كلب بتاع شد هذا الجسد على الطريق اللي هو ميت فيه في الصحراء، فيبقى حصل دراجنج للديد بودي على rough surface. تمام. by animal action مثلا، او انه الحيوان ده بدا يقرقط في الجلد وياكل فيه زي الانت بايت، زي اللي هي النمل يبدا يتغذى على الجسم بيعمل ulcers في الـ في الـ في, الـ في البودي. الانت بايت بتعمل ulcers في البودي تتشابه قوي مع الرودنت ulcer يعني. تمام. طبعا اللي بيميز البي ام ابريشنز او البوست مورتم ابريشنز ان هو في ان مفيش فايتال رياكشنز، يبقى في نو فايتال رياكشنز زي الباس او السكاب فورميشن. يبقى البي ام ابريجن تحصل باي دراجنج ذا ديد بودي على رف سيرفيس او باي انيمال اكشن زي الانت بايتس، وبتتميز بنو فايتال رياكشنز زي الباس والسكاب فورميشن. طب في نوع بعد كده، في انواع كمان في فابريكيت ابريجنز. احنا هنتكلم على الفابريكيت دون بشكل عام لكن عن الابريجنز بالذات اسهل حاجه. هو الفابريكيت دون يعني ايه؟ يعني ووند متفبرك بالمعنى، يعني ووند كاذب، يعني ووند الفيكتيم بيعمله في روحه او يخلي حد يعمله فيه انتنددلي عشان يدعي انه فلان اعتدى عليه او انه هو تعرض لتعذيب معين في مكان معين زي مثلا سجن او معتقل او لاخره. تمام كده، عشان يحصل على تعويض او على اي حاجه.
يبقى ده الفابريكيت ابريجن دي سيلف سيلف انفليكت ابريجنز فور موتيفز اوف موتيفز اوف جين عشان يحصل على اي يعني منافع او مكاسب ميد باي ذا بيرسون اتسلف اور باي ذا هيلب اوف انذر بيرسون. تمام كده. طبعا لو انا هعمل خربشه لنفسي لازم اعملها في حته وذين ماي هاندز ريتش، يعني تبقى تحت، يبقى انا اقدر اوصل للمكان اللي انا هخربشه بايدي، مش ان اكسسبل فور ماي هاند، الا لو حد تاني هو اللي هيخربشني وحديله مثلا ايه يكون متضامن معايا ولا حاجه. يبقى ده الفابريكيت ابريجنز. في حاجه اسمها النافي ابريجنز، ده ما يعتبرش ابريجنز قوي لكن يعني بنضمه للابريجنز، اللي هو الاكسكوريشن واللي بيحصل للجروين والباتوكس في الانفانتس، بالذات لو في اكت اوف اوميشن ديو تو سكن اكسكوريشن. يعني لو انا سبت الحفاضه او سبت الكفوله في اللي لابسها الانفانت او البيبي لفتره من غير ما اغيرها له، فاليورين والستول والحاجات دي هتعمل نوع من الاكسكوريشن للسكن. لما اجي اشيل الحفاضه واغير له احس ان كل الاريا دي مسلوخه، دي بنسميها النابي ابريجنز، لان الحته بنسميها النابي اريا، فكل المكان ده بيكون مسلوخ لانه انا في اكت اوف كوميشن حصل للبيبي ده. خدته بقى طبعا عبينا من الاكت اوف كوميشن، اكت اوف كوميشن مش كده؟ اتكلمتوا عليه ولا لا؟ ايوه. اه الاكت اوف كوميشن اللي هو ايه؟ فعل الاهمال اللي ممكن ما اذيش الطفل بان في دايركت فيزيكال انجري عليه، لكن ممكن ان اهمله اهمال في الاكل او في النظافه او في التدفئه وبالتالي يموت بالاكت اوف كوميشن. يبقى دي التايبس اوف ابريجنز. تمام كده. قلنا سكرابي او براش ابريجنز، ودي ليها سب تايبس لينير وسلايدنج، والسلايدنج ليها سب تايبس جريفر راش وفليكشن بيرد ودراجنج ابريجن وفليكشن ابريجن، وعن في الامباكت او براش ابريجن، وفي الباترن ابريجنز دول تايبس كبار زي سكرابي، واخيرا في اذر سب تايبس اللي هو بي ام ابريجنز فابريكيت ابريجنز والنابي ابريجنز. تمام. تمام. الهيلنج ابريجنز بقى، طبعا الهيلنج ابريجن انا بيديني ايديا عشان اعمل استيميشن ما بين التايم اوف انفليكشن والديس. يعني انا النهارده عيان او فيكتيم مات خلاص وعنده ابريجن معين والهيلينج ستيج بتاعته في المرحله اكس، كويس، يبقى انا هعرف تماما ان الفيكتيم ده مات بعد ما هو اول ما هيموت هيتوقف الهيلينج هنا، يبقى حصلت الوفاه تمام كده على مسافه كذا من الهيلينج ستيج دي، يبقى بيديني فكره اما الابريجن حصل قد ايه، واما لو في ديس يبقى في ما بين الديس والانفليكشن ابريجن مر وقت قد ايه حسب الستيج اوف هيلينج اللي قدام. طبعا الهيلينج بتاع الابريجن بيحصل على مرحلتين، اولا كونتراكشن اوف ذا وند، ثانيا ريبليسمنت اوف تيشو لوست. ده هيلينج عموما، يعني هيلينج باي وند بيحصل على مرحلتين. اول حاجه كونتراكشن اوف ذا وند، يعني بيحاول الجسم هو يقلل او يضغط الووند على بعضه والايدجز على بعضها عشان يقلل البليدنج والكونتامينيشن، وبعدين بيحاول الجسم هو يريبليس التيشوز لوست. ده الفينومينا اوف هيلينج عموما. طيب الابريجن هيلز فروم ذا بيريفري باي نيو ابيثيليال جروس، يعني انا النهارده طالما ان الابيثيليال لير بس هي اللي اتشالت، فالنيو جروس بتاع الابيثيليال ده سهل.